كان التركيز بالأساس على التكفل بالضحايا يعني بعد الحادثة، واللي بينا بأنه كاين واحد الهامش ديال التحسين ديال الصرامة الطرقية اللي كيتراوح تقريبا في حدود واحد 30%، تقريبا ما بين 29 إلى 32% سنويا ديال الوفيات اللي كيتوفاو إما أثناء التنقل ديالهم أو داخل المستشفى. وهذا كيبين بأنه إذا كان واحد النوع من التنسيق ما بين مختلف المتدخلين وكذلك التكفل بالضحايا على المستوى المطلوب، كيمكن نقضوا واحد العدد كبير ديال الوفيات ونساهموا في تأشير ديال تحسين ديال المؤشرات ديال السلامة الطرقية في بلادنا. الحمد لله حاليا فيما يخص المعطيات المتعلقة بحوادث بلادنا، آخر المعطيات التي نتوفر عليها يعني بالنسبة للأربعة أشهر الأولى من سنة 2023 هناك واحد تحسن ديال 19% يعني في يعني كهدف بالمقارنة مع الهدف الاستراتيجي مقارنة مع السنة الأساس ديال التنزيل ديال الاستراتيجية، وهذا كيبين بأنه غادي في الاتجاه الصحيح. أكيد أن هذا يعني ولو أن الأهمية ديالو لكن يبقى غير كافي، وهذا ما نشتغل عليه مع باقي الشركاء المعنيين بتدبير ملف السلامة الطرقية في بلادنا. الطريق لا تقصر ولكن السلوك ديالنا هو اللي كيقصر. الدراسات العلمية تبين أن العامل البشري يكون حاضر يعني سواء كعامل مسبب أو مضاعف للخطورة بنسبة فوق 80%، وبالتالي الطريق اليوم كنظن ما يمكنناش نهضروا على البنية التحتية بحكم التطور الكبير اللي عرفته الطريق يعني البنية التحتية في بلادنا منذ بداية سنة 2000 إلى الوقت الراهن، فكانت واحد التطورات كبيرة لا على المستوى المجال الحضري ولا خارج المجال الحضري، ولكن أعتقد الاختلالات السلوكية التي نلاحظها اليوم يعني في أثناء السياقة، استعمال الهاتف، عدم احترام المترجلين، عدم استعمال الخضار، المشكل الكبير ديال الدراجات النارية والعادية، كيبين بأنه الحوادث السير مع الأسف هي اختلالات سلوكية. واليوم لابد أن نأكد أنه تقريبا ما بين 69 إلى 70% من الوفيات هم من الفئات العديمة الحماية، 40% منهم من أصحاب الدراجات النارية والعادية. إذا الإشكال ولا أساسي بالخصوص في الفئات العديمة الحماية، أكيد أنه كاين مسؤولية ديال السائقين الآخرين، ولكن كنظن خاصة بالنسبة للدراجات النارية هذا إشكال كبير اللي عندنا في بلادنا، واللي اليوم يعني كمؤسسات عمومية وكقطاعات عمومية وقطاعات حكومية يعني التركيز اساسا غادي يكون تجاه هذه الفئه هذه باش نتفادوا واحد المجموعه ديال الوفيات اللي ممكن اننا نتفادوها في بلادنا من طبيعه الحال الى كان الخراب ديال كل المكونات وكل القطاعات المعنيه بملف السلامه الطرقيه في بلادنا. الصيف غادي نعلنوا عليه يعني كاين اللمسات الاخيره، اليوم نشتغل على المستوى الوطني من اجل انعقاد اللجان الجهويه ديال السلامه المروريه، بحيث انه انعقدت اللجنه الجهويه ديال اكادير ديال سوس ماسا، انعقدت الجهه ديال العيون، نهار الثلاث ان شاء الله غادي تكون الاجتماع ديال اللجنه ديال الجهويه ديال الداخله، وتبدأ ان شاء الله كذلك هذا الاسبوع اللجنه ديال غلميم، والجهات الاخرى هي مبرمجه ابتداء من الاسبوع المقبل. اذا كاين الهدف هو انه انخراط ديال المكون ديال الفاعل المحلي والجهوي في هذا المجهود الوطني ديال السلامه الطرقيه، بحكم انه كاين واحد المجموعه ديال الخصوصيات محليه وجهويه اللي لابد انه القطاعات المعنيه على المستوى المحلي والمستوى الجهوي هي اللي تكفل بها، وهذا ما نطمح اليه من طبيعه الحال من خلال هذه الديناميكيه اللي بغينا نعطيها للجهه الجهويه المكلفه بالسلامه الطرقيه. هنا كاين تفاوتات سلوكيه، وهذا واضح، تفاوتات سلوكيه فيما يخص يعني بعض خاصة بعض الفئات السيرة مع الفئات القواعد السير اللي هو معروف اللي ولا معروف عند المغاربة اليوم، هو أنه في الشمال نعطي أهمية بالغة لاحترام ممرات الراجلين أكثر من مناطق أخرى، والتحدي اللي عندنا مطروح اليوم وكيف كيفاش يمكن نعمموا هذه التجربة وهذا السلوك اللي هو أصبح راسخ الشمال خاصة على مستوى طنجة تطوان إلى غير ذلك، اللي أصبح راسخ أنه نشوفوه في باقي الجهات ديال المملكة. وكنظن هذا كيتطلب أولا التأطير ديال السلوكات ديال السائقين، التأطير في مجموعة ديال المداخل، فيه البنية التحتية اللي خصها تكون سليمة وتكون واحد التشوير اللي هو واضح ومقروء بالنسبة لمستعمل الطريق، فيه كذلك مدخل اللي هو متعلق بالمراقبة من أجل فرض احترام يعني بعض العلامات ديال التشوير اللي من بينها الممرات ديال والتهيئات اللي متعلقه بالسلامه الطرقيه واللي من بينها الممرات ديال الراجلين.